زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سوريا يوم الأربعاء بهدف تعزيز التحالف بين إيران وسوريا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق يوم الأربعاء للقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث أوضح عبد اللهيان أن زيارته تأتي لتسريع تنفيذ اتفاق التعاون الشامل الذي وقعه الرئيس الإيراني والرئيس السوري في مايو الماضي. وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا، وهنأ وزير الخارجية السوري إيران على انضمامها إلى مجموعة البريكس. ووجدنا أن اجتماع دول بريكس الأخير في جنوب أفريقيا كان منعطفا هاما جدا في التحولات التي يشهدها عالم اليوم، ونهنئ جمهورية إيران الإسلامية على قبول عضويتها في بريكس، كما نهنئ أيضا جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على الانضمام إلى هذه المؤسسة التي تعني تحولا أساسيا في الوضع الاقتصادي والاستثماري في العالم. فيما قال وزير الخارجية الإيراني إن القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من سوريا على الفور. يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن إيذاء الناس في المنطقة، وننصح الجنود الأمريكيين بالعودة إلى ديارهم على الفور، كما ننصح القادة الأمريكيين بعدم التدخل في شؤون المنطقة، ولا يمكن لأي جهة أن تمنع الاتصالات داخل المنطقة. في مايو الماضي زار الرئيس الإيراني رئيسي سوريا، حيث وقع البلدان سلسلة من اتفاقات التعاون طويلة الأجل لتعزيز التبادلات الاقتصادية.